السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ مشروع جديد على الديزاين بيلدر. هنا بيسألني على اللوكيشن، فممكن تبدأ بقى تكتب مثلا المكان بتاع المشروع وليكن مثلا دوحة. هنا الاناليسيس تايب انرجي بلس اللوكيشن بتاعك، هتدوس هنا على الثلاث نقط فيبدأ يجيب لي اماكن كتيرة جدا تقدر تختار منها. زي ما انت شايف في قائمة كبيرة جدا تقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. كل بلد موجودة هنا، تقدر مثلا هنا قطر هنلاقي عندنا الدوحة. اول ما بتختار اي حاجة انت عايزها فبتلاقي الكونتري سورس الاشري خطوط طول العرض الاليفيشن، كل المعلومات اللي انت محتاجها موجودة هنا، الكولينج الديزاين كل الحاجات دي. طيب كل الحاجات دي نون اديتابل، ما اقدرش اعدل فيها. لو انت عايز تعدل ممكن تعمل واحد جديد تمام وتعدل فيه زي ما انت عايز، يعني تقول مثلا انا عايز اخد كوبي منه، كريت كوبي اوف هايلايت ايتم تمام، وده هيبقى ملف تاني بس هو بيحافظ على الاصل اللي موجود تمام. ممكن حد يعدل من غير ما يقصد ويعمل مشاكل للمشاريع اللي جايه بعد كده، فعشان كده هو بيقفل الحاجه الاصليه اللي جايه مع البرنامج. طيب هو عامل كوبي، انت بقى عايز تعدل هتقول له انا عايز اعمل ايديت هايلايت، فيفتح لك الشاشه تبدا تعدل فيها زي ما انت عايز تمام. طبعا انت مش بتعدل وخلاص، انت بتعدل لان انت عارف معلومه معينه تمام. مثلا هو انا بيقول ان الشتاء بيبدا في اكتوبر، فانت حصل تعديل مثلا وبقى في يناير مثلا، فانت هتعدل معلومه انت واثق منها تمام. هنا يعني كل المعلومات اهيت، تقدر تختار اللي انت عايزه وبعد كده تقول اوكي. ليه انا مختار قطر؟ عشان انا في مشروع فعلا هشتغل عليه على ديزاين بيلدر وهو موجود في قطر تمام. ده هنا تمبليت حاجات احنا اشتغلنا فيها قبل كده، بتيجي مع البرنامج وتقدر انت سايف تمبليت بتاعك اللي انت زي ما انت عايز. هقول له اوكي. ده اماكن التمبليت موجود على سي بروجرام داتا ديزاين بيلدر تمبليت، وده السايز بتاعه اخر مره حصل فيه تعديل والاكستنشن بتاعه. طيب دلوقتي بقى عايزين نضيف مبنى، فانا ممكن اقول له اد بيلدينج او ادخل اوتوكاد او ادخل مبنى بيم معمول على امتداد الجي بي اكس ام ال. طيب خليني دلوقتي اقول له اد بيلدينج. فهنا بيديني المعلومات بتاعت البيلدينج بحيث لو انت عايز تغير فيها، فممكن تختار بيلدينج تايب نوع اخر، ممكن الليد موديلنج كاتيجوري نيو بيلدينج او اديشنال وهكذا. البريمري بيلدينج هنا دي الديفولت داتا تمبليت بتاعت الاكتيفيتي والكونسلتنت، كل الحاجات دي نقدر نغيرها بعد كده مفيهاش مشكله يعني. فببدا ارسم، بلاقي عندي هنا ان انا افتراضي هبدا ارسم النيو بلوك. طيب ممكن ترسمها ازاي؟ ممكن ترسم بيلدينج بلوك او اوتلاين بلوك او كومبوننت بلوك. بيلدينج هيبدا يرسم حوايط ويضيف شبابيك، عايز ترسم اكسترود ولا سلوبنج يبقى في ميول ولا بيتش دروف ولا دوم، كل الاختيارات دي ممكن نبقى نجربها دلوقتي. طيب خلينا اول حاجه ابدا ارسم اهو، انا اخترت اكسترود. طيب عايز ارسم مثلا ارك، فممكن تيجي هنا عندي هنا شيب بول لاين ولا ريكتانجل ولا سيركل، يعني ممكن مرة واحدة ترسم او ممكن تقول له ارك اهوت وتروح راسم ارك بشكل زي ما انت عايز، وممكن تقول له بعد كده انا عايز ارسم بول لاين على هيئة وتقفل الشكل بتاعك وهو اوتوماتيك يعملك المبنى بالشكل دوت. طيب ممكن نعمل سيلكت كده، نمسك المبنى بالشكل دوت، فلاقي ان هو اداني اختيارات كتيرة زي ان انا اقدر اعمل درو سولار كوليكتور، ان انا اضيف سيرفز، ان انا اضيف نيو بلوك، ممكن تعمل موف للعناصر الحاجة اللي انت عامل على سيلكت، تعمل لها موف او كوبي بالشكل دوت. ممكن تقول له ده انا عايز اعمل اكسترود وتختار واجهة من الاوجه تقدر تعدل فيه بالشكل دوت.
طيب بعد ما دخلنا الموديل بتلاقي هنا الزون اهيت فيها كل الحوايط وكل الوولز والروف وكل الجراوند فلور وكل حاجة. طيب بعد كده بتدخل بقى على الاكتيفيتي، ايه الحاجات اللي موجودة في المبنى دوت. فهتلاقي عندك حاجة مثلا الاوكيوبنسي، ففي كام شخص للمتر المربع، تمام. طيب هنا زون تايب ستاندرد، او ممكن تقول له بلينم او حسب ما انت عايز. الزون مالتيبلر انكلود زون ان سيرمال كالكوليشن، عايز تدخلها في حسابات بتاع السيرمال ولا لا. طيب الناس اللي موجوده هنا مثلا الكلوزنج بتاعتهم لابسين ايه، الاسكادولات. عندي هنا الاير فيلوسيتي قد ايه، هو واخد ده من كونفرت كالكوليشن، عايز تعدلها ممكن تدوس على الثلاث نقط دول وتدخل تعدل فيها. هنا بقى هل عندك كمبيوترات ولا لا. طيب الاوفيس اكيوبمنت، طيب لو في اي معدات تبع المكتب، الباور دينستي قد ايه، وهكذا. يعني اي اجهزه موجوده في الزون دي هتبدا تدخلها. الكونستراكشن، الاكسترنال وولز، تمام. هل هتاخد الاعداد بتاعت الوول العاديه اللي موجوده اللي انت عملتها هنا، او ممكن تكون انت تدخل موديل بيم فياخد المعلومات منها، ولا انت عايز تعدل؟ لما بتقف هنا بيبدا يجيب لي عدد كبير جدا من الحوايط، اقدر ان انا اختار اللي انا عايزه واقدر ان انا اعدل فيه. يعني هو ساعات بيجيب لي ان الحيطه دي معموله كذا لير، فانا ممكن اقول له لا انا عايز لير واحده بس. بالشكل ده تقدر تختار الحائط اللي انت عايزها. خلي بالك مثلا هنا الحيطه دي هي وان لير، تمام، اللي هي البروجكت وول. ممكن تختار حيطه ثانيه تلاقيها مثلا ثلاثه لير، تمام. فتقدر تختار اللي انت عايزه وتقدر ان انت تعدل فيه. ممكن تقول له لا ده انا عايز اعدل الحيطه ديت، فتعمل عليها سيلكت. ممكن تفضل زي ما قلنا ان انت تعمل دوبليكيت بحيث ان انت ما تغيرش المعلومات الاساسيه اللي جايه مع البرنامج، تمام. ده اسم الحيطه تقدر تعدل فيه. السورس هي من ديزاين بيلدر، الكاتيجوري موجوده في الوول، نفضل ما تتعداش الحاجات ديت. انت عايزها بقى 1 لاير ولا 2 لاير، النمبر اوف لاير مثلا هنخليها 4 لاير، ففي لاير زادت. الماتيريال بتاعتك اهيت، تمام، دي جبسن بورد، ده بلاستر، وهكذا. هو بيقول لي دخل السكنس، فانا دخل نفس السكنس دوت. ما ينفعش يبقى فيه لير من غير سيكنس. تمام، بتدخل اللير وبعد كده بتقول له اوكي عشان تحفظ البيانات بتاعتك. تمام، دي الفلور، السب سيرفيس، الجيومتري، كل المعلومات اللي انت عايزها. لو في اوبننج هتتعامل معاها ازاي، تبدا تدخل المعلومات بتاعت الاوبننج، الشيدنج، الدورز، اللايتنج اللي موجودة في المكان. اللايتنج تمبليت، يعني هو الافتراضي بتاعه هو ياخد التمبليت دوت اللي انت عايز تعدل فيه. هل في لايتنج كنترول ولا لا؟ كل دي اعدادات بتبقى مهمة جدا عشان الحساب بتاعتك تبقى دقيقة. حاجات خاصة بقى الاشباك تمبليت، هتشتغل بأني واحد فيهم. ميكانيكال فنتليشن، هل في فنتليشن ولا لا؟ لو مفيش هتشيل علامة من اون. هنا هو بيعمل الاوتو سيف. هل في كولينج ولا في هيتنج ولا الرطوبة، كل دي دخل. المعلومات الخاصة بالسي اف دي، طيب بعد كده بتقول له فيجواليز، فبيبدأ يجيب لك شكل المبنى اهوت. ده بلوت تايب، ممكن تقول لا ده انا اشوفها منظر ريندر بالشكل دوت. ممكن تقول له وريني سامباس، وهنا بتتحكم في الديسبلاي.
وريني الشد. وين الفترة اللي انت عايز تعمل عليها؟ من ساعة كام؟ يوم ايه؟ شهر ايه؟ الحاجات دي كلها. طيب بعد كده ممكن تقول له هيتنج ديزاين، عندك كولينج ديزاين، سيموليت، سي اف دي، دي لايت، الكوست اند كاربون. فبيقول لي اه طيب انا هجيب لك الهيتنج ديزاين، بس اديني بقى بعض المعلومات. فبيسألك التمبريتشر، الديزاين، الاوتبوت تختاروا ايه، في بعض الاختيارات الخاصة بالتمبريتشر. اقول له اوكي، فهو بيبدأ يعمل كالكوليشن. وانت الداتا هنا تقدر تختار هل انت عايز كل الداتا ولا ادوار معينة، وعايز تشوفها ازاي، كجرافس ولا جدول ولا ايه. فبيبدأ يجيب لي التمبريتشر عند هيت لوس بالشكل دوت، ده الاير تمبريتشر، الريدنت تمبريتشر، هكذا. بعد كده بتقول له كولينج ديزاين، يبدأ برضو يسألنا بعض الأسئلة ويبدأ يجيب لي الأناليسيس للكولينج ديزاين. السمر ديزاين داي تبدأ تدخل اليوم اللي انت عايزه. اوكي، فيظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اشوفها على هيئة جريد او على هيئة تيبل، وهل ده انت عايزها كلها ولا سايد داتا، وعايز مثلا الواي ممكن تتحكم فيها، السيموليشن. السيموليشن ببدأ بقى اختار انا عايز سيموليشن فترة بتاعتها من امتى لامتى، والاوتبوت هل انت عايزها بالساعة ولا بالشهر ولا باليوم، وهكذا. فاقول له اوكي، فبيبدأ يحسب. وممكن تدخل لنا في السامري، في البراماتيك، في الداتا فيجواليز. فبيجيب لي المعلومات اهيت. طيب بعد كده ممكن اقول له سي اف دي، وكل حاجه بختارها هو بيجيب لي بعض الحاجات. هو انا مسميها هيلب، بس هي احسن من الهيلب، يعني هي ممكن تبقى زي اختيارات ممكن تجيبها من زرار اللي فوق، فهو بيسهل عليك. يعني ممكن من هنا تختار ان انت تعمل اكسبورت، مش هيجيب لي معلومات على اكسبورت، لا هيعمل اكسبورت حقيقي. تمام، فالقائمه ديت مفيده جدا اثناء ما انت شغال. تمام، بيعمل هو اناليسيس للسي اف دي. ممكن هنا تقول له انا عايز اعمل ستارت سي اف دي، عايز اعمل ريسيت، عايز اعمل اشوف الجريد. ممكن تعمل اوربت او زوم. اوربت يعني بتلف حوالين الحاجه في ال 3 دي، فيطلع معايا بالشكل دوت. لسه المعلومات مش كامله، اقول له ستارت. لو تلاحظ اهي بدأت تظهر. تمام، بس هتاخد وقت بقى ايه في انها تعمل الدراسة بتاعتها. ممكن تقعد مثلا ساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، حسب قوة الجهاز بتاعك. ركز على الحتة ديت. طيب هقول له دلوقتي بيوس. هقول له بقى ايه كلوز. تمام، daylight. طبعا هو معاه اللوكيشن ومعاه كل حاجة، فهيبدأ يعمل لي دراسة للدي لايت. انت بقى تبدأ تختار نوع السيموليشن، هل انت عايزه ليد 2 ولا 3 ولا 4 ولا بريم ولا جرين ستار.
وممكن تقول له انا عايز اعمل ابديت او اكسبورت للريبورت اللي هيطلع. بيبدأ بقى يقولك calculation option، تمام، لو انت عايز تغير اي معلومات انت تقدر تغيرها، وتقول له اوكي. هو بقى بيبدأ يعمل الكالكوليشن بتاعت الديلايت.